الإسلامي كنركزو على جانب الثقة هو الأمانة. إذا المخاطر المترتبة عن ذلك، هذا واقع عملي أن كثير من المصاريف بطبيعة الحال الأغلبية أعرضت على الإنتماء التشاركي ومشات بطبيعة الحال المرابحة، حيث الضمان مرتفع، نسبة المخاطر قليلة، وبالتالي لما يدخلوا في مشاكل أنه ربما قد. الجانب الثاني هو جانب ديال الرقابة المصرفية. المؤسسات المالية الإسلامية هي جهاز ضمن ومكون من الأجهزة الجهاز المصرفي، يعني لا بد أن غادي تخضع للرقابة ديال البنك المركزي، سواء على مستوى الأسلوب الاحتياط النقدي، يعني يحجب واحد الأرصدة معينة لدى في البنك الإسلامي، يحتفظ بها البنك المركزي مثلا في إطار ربما قد يكون هناك مشكل ديال نقص السيولة، كاين مشكل مسألة ديال سياسة السعر الخصم أو عدد الخصم هو تعامل ربوي. وظيفة المسعف الآخر عند البنك المركزي ربما قد تكون هناك ضائقة مالية بالنسبة للبنك الإسلامي، قد لا يستطيع أن يحصل على قرض بفائدة من طرف البنك المركزي، لأن عندما تحدث عن الفائدة تحدث عن أمر محرم من الناحية الشرعية. المشكل الثالث أو التحدي الثالث هو عدم وجود سوق مالية إسلامية منظمة. كاين بطبيعة الحال السوق الإسلامية في البحرين، لكن مع ذلك تعتبر غير كافية، لذلك مثلا كانت تحدث على الصكوك، لا يمكن أن نتحدث عن تداول الصكوك بدون وجود سوق مالية إسلامية، وإلا كان ذلك ولا اعتبر ذلك لغوا فقط. ضعف الاهتمام بالهندسة المالية الإسلامية، لأن الهندسة المالية الإسلامية مهمتها أنها وسيلة من وسائل ابتكار آليات عملية، وسيلة مهمة جدا لضمان مشروعية التمويل الإسلامي، لضمان الكفاءة الاقتصادية. التحديات التي نطرحها على مستوى الهندسة المالية الإسلامية، أن المؤسسات المالية تفتقر كفاءة متخصصة لكي تجمع بين الجانب الفقهي والجانب الاقتصادي. كاين معوقات أخرى، مثلا نعطي مثال بسيط، نقص في العدد، لأن عندنا تقريبا حاليا 478 مؤسسة في العالم ما بين مؤسسة التأمين ومؤسسة مصرفية، فيها 621 مراقب شرعي، وإلا بغينا مثلا الأقل ثلاثة ديال المراقبين، هذا هو الحد الأدنى في كل مؤسسة مالية، خصنا 1434، يعني هناك نقص مهول جدا. ثم كاين مسألة كذلك ديال الحوكمة على مستوى المؤسسات المالية الإسلامية. اقتراحات. الاقتراح الأول بالنسبة لتفادي مشكلة المخاطر الأخلاقية، وهو اقتراح مهم جدا للدكتور أنس الزرقاء، قال بأن ينبغي تحميل المضارب أو الوكيل عبء الإتباس، بمعنى الإتباس في الأول كيكون على حساب صاحب المال، لأن يد المضارب هو يد أمانة ولا يمكن أن يضمن إلا في حالة تعدي. الاقتراح هو أنه يتم نقل عبء الإتباس من صاحب المال إلى المضارب. عندما نقول نقل عبء الإتباس ماشي نحمل المضارب يعني أنه يضمن، هو لا يضمن، ولكن هو يعني ينبغي عليه أن يثبت بأنه لم يصدر منه تقصير. وبطبيعة الحال هذه المسألة لا تخالف الجانب الشرعي. علاش؟ لأن عندما نقول حتى في القاعدة الفقهية اللي كتقول بأن البين على المدعي واليمين على من أنكر، هذا أمر بطبيعة الحال لا خلاف فيه، لكن فوقاش لا باش نفعل اللبس في المسألة، فوقاش كيكون المدعي ملزم بأن يأتي بالبينة في حالة ما إذا ادعى أمرا يخالف الأصل. وحيث أن المستوى الأخلاقي قد تدنى بشكل كبير جدا، وكاد أن يصبح الأصل هو فقدان الثقة، بطبيعة الحال المضارب هو ملزم بأن يثبت مسألة ديال التقصير. عمليا يصعب على صاحب المال أن يتأكد أو أن يبحث عن أدلة عملية يمكن من خلالها أن يثبت تقصير المضارب، لذلك فالأفضل هو نقل عبء الإثبات من صاحب المال إلى المضارب. كاين إمكانية أخرى ديال التأمين التعاوني، ثم كذلك اعتماد إجراءات مصرفية كاختيار العملاء وفق معايير دقيقة، اعتماد رقابة دائمة ومستمرة، ثم دراسة جدوى اقتصادية للمشروع. آخر مسألة هي بالنسبة لجانب الرقابة المركزية، يستحسن أن بالنسبة للاحتياط النقدي عوضنا مثلا تفرض نسبة السيولة على الحسابات الاستثمار اللي كتمثل تقريبا 70%، لأن هنا كاين فرق. البنك الإسلامي هو يعتمد على الإقراض على التمويل العيني، ولا يعتمد على الإقراض النقدي، وبالتالي مسألة ديال نفرضوا نسب معينة، هذا يعني أن هناك حجب لكثير من الأرصدة لدى البنك الإسلامي من أن تستثمر، وهذا بطبيعة الحال يحد من القدرة التنافسية بالنسبة للبنك الإسلامي. بالنسبة للسيولة النقدية بطبيعة الحال يستحسن البحث عن آليات أخرى لتوظيف السيولة. وأخيرا يمكن اعتماد مسألة ديال المضاربة على مستوى البنك الإسلامي. أعتذر عن التأخر وشكرا جزيلا لك. شكرا سي محمد الوردي. الذي تطرقوا الى متخلفكم هو لتغيير التمويل التشاركي وتعويضه باسم التمويل التبادلي، ثم التقسيم الشرعي للتمويل التشاركي، ثالثا المركزات الشرعيه للتمويل التشاركي، ثم صيغ التمويل التشاركي في التقسيم الفقهي في الصيغه المصرفيه. دونك باقي معنا مشاركه
من الجزائر كلية علوم اقتصادية وتجارية وعلوم التسيير جامعة قسنطينة الجزائر بوهرين الفاتحة، والتي ستقدم لنا عرض فيما يخص دراسة أثر الاختلاف بين معايير المحاسبة المالية الإسلامية ومعايير المحاسبة المالية الدولية على المؤسسات من حيث الإفصاح. فتفضل. مشكورة. أول شيء يعني الآن أشكر بالطبع الآن والمنظمين على هذا والقادمين على هذا الدولة. الإنسان تسمح له بالطبع الآن معايير التمويل الإسلامي. نحن الآن في مجال الآن
مشاركة أو المرابحة أو استثناء أو ملصقات أو إيجار، أنه هناك الآن قامت هيئة المحاسبة والمراجعة المؤسسات المالية بإصدار معيار محاسبي خاص بكل نوع من هذه معايير أو صيغ التمويل الإسلامي. هذا غير موجود على مستوى معايير المحاسبة الدولية، نظراً لأنه معايير المحاسبة الدولية موجهة إلى البنوك التجارية وليست إلى البنوك الإسلامية. من جهة أخرى، نعرف الآن أيضاً أنه الآن في مجال أيضاً أنه حتى في مجال الآن هيئتين في حد ذاتهم الآن نجد أن معايير المحاسبة الدولية نجد معايير المحاسبة الدولية متخصصة في إصدار معايير محاسبية فقط، بينما هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية فهي متخصصة في إصدار معايير محاسبية، معايير مراجعية ومعايير شرعية تتوافق بالطبع مع البنوك الإسلامية. إذن معناه الآن ما هو هذا الاختلاف الموجود ما بين هذين النظامين؟ من جهة أخرى هناك معيار محاسبي دولي اللي هو عبارة عن تكاليف الاقتراض، هذا موجه إلى البنوك التجارية. إذن الآن معناه الآن لابد يعني من المفروض أن البنوك الإسلامية لا تلجأ إلى تطبيقه، لأنه القرض بالطبع هو بالطبع مخالف الشائعة الإسلامية. هذا الاختلاف بالطبع الموجود ما بين النظامين المحاسبيين له تأثير على مستوى الإفصاح، لأنه إحنا نعرف الآن أن الإفصاح هو عبارة عن ماذا؟ عبارة أنه يظهر لنا بالطبع معلومات تكون دقيقة ذات موثوقية ذات مصداقية، يستطيع الآن المستثمر على أساسها أن يتخذ القرار المناسب. هذا الإفصاح له عدة أنواع، لدينا الإفصاح الكامل أو الإفصاح الملائم أو بالطبع الآن الإفصاح العادل أو الإفصاح الكافي. عندما نقول الإفصاح الكامل أي أن تفصح بالطبع الآن المؤسسات المالية عن كل بالطبع ما تحتويه، يعني سواء من قوائمها المالية رؤوس أموالها فروعها، إذا لكن هذا الإفصاح الكامل له سلبيات على هذه المؤسسات خاصة من حيث منافسة ما بين البنوك. بالنسبة للإفصاح الكافي أنه هناك حد أدنى يعني الآن محدد من طرف الآن الهيئات الدولية أن تقوم هذه المؤسسات بالإفصاح عنه. بالنسبة الآن للإفصاح الملائم أنه هو عبارة عن إفصاح يتلائم بالطبع مع القرار الذي سيتخذه المستثمر أو من بالطبع يستفيد من هذه القوائم النية. بالنسبة للإفصاح العادل أنه هو الإفصاح الذي يرضي كل الأطراف المستفيدين من القوائم والتقارير النية. إذن الآن لو أخذنا الآن من معيار المحاسبي الدولي رقم واحد الآن اللي هو حدد لنا بالطبع الآن القوائم التي تقوم بإعدادها هذه البنوك المتمثلة في قائمة المركز المالي، قائمة الدخل، التدفقات النقدية، تغيرات رؤوس الأموال بالنسبة إلى الملاحق. إذن الآن لو رجعنا إذن الآن إلى هيئة المحاسبة والمراجعة المؤسسات المالية الإسلامية لوجدنا بأنها بالطبع بالإضافة إلى هذه القوائم هناك قوائم أخرى واللي هي خاصة مثلا بقائمة الزكاة التي الآن تقوم بها هذه البنوك، هناك بالطبع مصادر استخدامات أموال صندوق القرض الحسن. إذا كل هذه القوائم لم تتحدث عنها بالطبع معايير المحاسبة الدولية. إذا معناه الآن أنه هذا الاختلاف الموجود ما بين هذه النظامين له تأثير في مجال الإفصاح، لكن الإشكالية التي هي ستطرح مستقبلنا الآن أنه لو أخذنا الآن الدول العربية مثلا الآن دول الخليج لوجدنا أنه البنوك الإسلامية تطبق معايير المحاسبة الدولية، البنوك التجارية تطبق معايير البنوك الإسلامية تطبق معايير الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، البنوك التجارية تطبق معايير المحاسبة الدولية. إذا معناه الآن أنه التعايش ما بين نظامين على المستوى الدولي يستطيع، لكن أن يتعايش نظامين مختلفين داخل دولة واحدة ستكون له تأثير في مجال الرقابة الداخلية الآن على البنوك وعلى النظام المصرفي ككل، ستكون له تأثير أيضا على مستوى المحاسبة الوطنية التي هي عبارة بالطبع عن المجاميع الكلية لهذه المؤسسات المتواجدة على المستوى بالطبع الآن الوطني. إذا وعلى هذا الأساس بالطبع من الآن لا بد بالطبع على هذه البنوك الإسلامية أن تلتزم بالطبع الآن بمعايير المحاسبة الإسلامية، وهذا نظرا لتطابقها مع الشرع
يعني ما نام الآن أو إما لكن نظرا لأن الآن هذه المعايير هي بصدد التطور ولم تصل إلى بالطبع الآن التطور الآن الذي وصلت إليه معايير المحاسبة الدولية. والدليل على هذا أن نجد أن الطلب على معايير المحاسبة الدولية الدول العربية أكبر من الطلب على معايير المحاسبة المالية الإسلامية، نتيجة لماذا؟ لأن الآن هذه المؤسسات المالية الإسلامية لم تتبلور بعد. إذن وعلى هذا الأساس لا بد بالطبع من الآن أن تقوم بالطبع الدول العربية على وضع بالطبع هيئات سواء في المجال المحاسبي سواء في المجال المالي الإسلامي، تقوم بالطبع الآن على وضع معايير محاسبية ومالية تتوافق مع الشريعة الإسلامية والتي بالطبع ستؤدي بنا بالطبع إلى مواجهة المشاكل التي تواجه بالطبع الآن البنوك الإسلامية. وشكرا. شكرا السيدة مولين وزيحة، خصوصا على احترام الوقت 14 دقيقة. نفتح مجال التدخلات، اعتقد واسمح للضيوف الكرام ان لائحة التدخلات ستكون جد محدودة، اقصاها اعتقد 3 أو 4 تدخلات لا اكثر. لائحة التدخلات ما يتعلق ب اجد ان هناك نوعا ما نقطه محوريه نتكلم عن المخاطر، كيفيه حتى الاستاذ الفاضل تكلم عن نقطه غايه اهميه، قضيه المخاطر الاخلاقيه، معناها البنوك حتى البنوك الاسلاميه مطالبه بالتفكير في كيفيه اداره هذه المخاطر. وفي الجانب الاخر تفضل الزملاء عند الحديث عن السلوك المقاولاتي باتجاه البنوك البديله، تكلموا على الرافوكاسيون سوسيو ايكونوميك ايتيك. هل ان هذه الميزه الاخلاقيه بالنسبه للبديل للمصارف او البنوك الاسلاميه، هذه الميزه التي الاخلاقيه التي تعتبر ربما تعطيها ميزه تنافسيه مقارنه بالبنوك الاخرى، وفي نفس الوقت تتحدث على اداره مخاطر اخلاقيه نوعا ما ابتي بارادوكس كونسيرنون اون فوكاسيون سوسيو ايكونوميك ايتيك في لو كونتكست اكتويل دي بونك اسلاميك اون تروف لي موداليتي دو ماناجمنت دي ريسك ايتيك الى ابتي بارادوكس. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه والتي اشار اليها كذلك الاستاذ الفاضل عبد المهيمن حمزه في قضية أنه أرجع فشل مشروع منتوج تسويق منتوج إيجار واقتناء إلى أسباب تسويقية، ثم تدارك في النهاية وقال أن المشاكل التي ربما تواجه باقي المنتجات البديلة وهي منتجات حلال هي مشاكل تجاوزت الجوانب التسويقية إلى الجوانب أبعد أشمل، وبالتالي مهم جدا أن نفكر في إطار أكبر وأشمل ومنظومة متكاملة الأوصال، لأن لا نفكر أننا نعالج المشاكل التي تواجه ربما المنتجات البديلة من جانب تسويقي فقط، من ربما جوانب أخرى. وشكرا جزيلا. شكرا. تدخل سيدي الكريم. السلام عليكم. شكرا الله للإخوة الذين شاركوا في هذه الندوة، قدموا هذه العروض الطيبة. مداخلتي تدور حول المحاذير التي يمكن تحدق بالبنوك الإسلامية التي تقام في المغرب، حيث إن تدخل الأستاذ حمزة أشار فيه إلى أن هذه البنوك الإسلامية بنوك التشاركية وما إلى ذلك على كل هنا اسم ستكون تحت تبعية البنوك الموجودة، أشار إن هذا من المخاطر بالإضافة إلى قضية الرقابة الشرعية. إذا أضفنا إلى هذا مسألة معايير المحاسبة الدولية وهي المعمول بها في البنوك التقليدية، إلى أي حد تؤثر هذه المعايير على هذه التجربة الجديدة؟
إن الآن الذي يهمنا كثير هو مدى سلامة ونجاح هذه التجربة الجديدة إن شاء الله سبحانه وتعالى. ولذلك أريد من الإخوة أن يحدثونا عن هذا الجانب، بالإضافة إلى كذلك أستاذ أخو الأستاذ وردي، أريد منه أن يزيدنا توضيحا لماذا تلجأ البنوك الإسلامية إلى صيغ التمويل التبادلي وتقلل من صيغ التمويل التشاركي. والسلام عليكم. الإخوة اللي بغيت جاوب الأخ اللي طرح السؤال جاوب باللغة العربية. السؤال اللي طرحته على سميت البارادوكس بين المخاطر تجاه الزبناء والميزة الأخلاقية. دونك سي فغي إلى أن كونتراديكسيون أونتر لا فاسون دو جيري لو ريسك إي لو كوتي ديونتولوجيك. ألوغ هنايا إلا كتعرف الطريقة باش كنجيريو لو ريسك La banque, en deux mots, c'est augmenter la productivité et minimiser le risque. Et comme vous le savez, le risque, il y a plusieurs typologies de risques. Bon, le risque opérationnel, informatique, de saisie, stratégique, etc. Donc, la banque, dans le cas où il y a des problèmes, il y a une partie de la BINA ou de la GIS. Il met quelques notes des notes indépendantes. Donc, là, ça dépend de la banque. Ou là, quel sont les référentiels de la BAL 1 ou la BAL 2, ou d'abord quelle BAL 3. Donc, il y a des notes à respecter. Donc, avec chaque dossier, il y a une nocta. Et une nocta, dossier qui est rejeté. Donc, on n'a plus le crédit. Donc, il y a une espèce de tumulat le badila ou l'islamia. Il y a une espèce de tumulat badila. دونك ما غادي نقولش حنا كاع البار، ولكن على الاقل تكون واحد عمليه دو بروسيدور ستاندار اللي نوزعوا على جميع هاد الابلاك الاسلاميه، اللي على الاقل يحترموا يكون ان مينيموم دو ريسبي، وبالموازات يكون داك الجانب ديال الميزه الاخلاقيه. ثاني بما معنى بارفوا كيجي واحد المقاول عنده مثلا واحد نقص في الملف ديالو، الابلاك الكلاسيكيه كيترجتا دو دوسي، واخا تكون فورماليتي تخي سامبل، ولكن في الابناك الاسلاميه هنا تكون واحد جوريسبريدونس، مثلا الشارج ديال كليونتيل مع الشارج داجونس ديالو، لا الاساس يزيد يتحاور مع الزبون باش داك الملف ديالو ما يترفضش. دونك هنا غادي تكون هذا هو لافونتاج ديال التمويلات الاسلاميه، انه غادي يكون واحد اجتهاد في طريقه تدبير الملفات. دونك انا نتفق معك ان سي فري كاين واحد الكونتراديكسيون، ولكن هنايا لا بلو فالي ديال هذا السيستم الفينونسمون الاسلامي انه غتكون واحد لا فليكسيبيليتي ولا سوبلاس لا فاسون دو تريتي لي دوسي. بسم الله الرحمن الرحيم. نشكر المتدخلين على مداخلتهم القيمه وعلى تساؤلتهم. فعلا لما تحدث عن على ان التسويق والاشهار كان عاملا في افشال النقط بالاضافه الى العامل الجبائي والمقارنه الجبائيه، لان ما لاحظناه هو ان الاطر البنكيه التي كانت تسوق هذه المنتجات انخرطت في حمله يعني غير مباشره في افشال هذه المنتجات، لانه بمجرد ما يطرح المواطن سؤال عن هذه السياق كان يقول له سير دير الكريدي قبل، اول حاجه يشرح له يقول له كذا هذه المرابحه اصلها كيفاش ما جا هل فرق بينها، بمجرد ما يستقبل هذا الزبون كان يطرح له ارقام مقارنتيه، فهذا كان يعني اشكال. اذا تد الموارد البشريه الاطر البنكيه التي ينبغي ان تكون في المصرف الاسلاميه وفي تسويقها وان تكون لها خلفيه يعني حول هذه الاشكال. فيما طرحه الاخ حول التخوفات الان القائمه حول مشروع ديال قانون 1639 المتعلق بمؤسسة 1830 وخاص خصوصا بالثلاث المعلومات تحت بروك الشرفية، نشم رائحة محاولة استيعاب هذه البنوك وفق مقاربة تحكمية من خلال نقطتين. النقطة الأولى من خلال باب الرقابة الشرعية خلال سمي بالمطابقة الشرعية من خلال لجنتين سوف يتم تحسهما، وهي لجنة اللجنة المالية الشرعية ولجنة الافتحاص، خاصة اللجنة المالية الشرعية التي سوف تكون تحت إشراف المجلس العلمي الأعلى. ونحن نعلم أن المجلس العلمي الأعلى لا يشتغل
اشتغال العامي العالمي المستقل، وانما اشتغال عالم البلاد الذي بدوره ياتمر باوامر محدده واعطي مثال على هذا هي نازله الاكساد البنكي بفائده، لم يستطع لحد الان ان يخرج لنا بفتوى هذه النازله، بل انخرط في حمله ضد الشيخ يوسف القرضاوي لما تصدى لفتوى سنه 2006 حول الاقتراض الاضطراري من البنوك الربويه في غياب الفوائد. الشيخ اجتهد ومن حقه ان يجتهد، فقال قياسا على الفتوى القائمه في المهجر يمكن للمضطر ان يلجا اليها في بالضوابط محدده، فطلع خرج علينا هذا المجلس ببيان يسب ويشتم بلغه العويل وكذا، وابتعد عن مناقشه المضمون. ولما سئل الاستاذ يوسف الكاتب العام للمجلس لماذا لم تدخل في الفائده، قال من الشرعي ان نتمهل وان نشتهد وكذا من 2006 الى حد الان لم تدخل في الفتوى، فكيف هذه الهيئه التي تخشى من اللوبي البنكي ان تشرف على المطبقه الشرعيه؟ هذا بالنسبه لي ما حد شك. اذا هناك استيعاب شرعي واحتواء شرعي وتحكم السيد عمر كتريقه بان الداخل هي اللي تتحكم فيه، حتى الداخل يتحكم حتى بغير الشرعي. المساله الثانيه هناك تخوف من ان هذا اللوبي البنكي الذي عقل المصرف الاسلاميه لسنوات والنظام قائم الى حد الان ان يعقلها بتسريبات البنوك الشركيه التي مكون عليها، اذا قام كل بنك بان رغم انه البنوك التجربه السابقه كانت في اطار مستقل، الان كاين اطار قانوني كيسمح بتاسيس بنوك مستقله، ولكن يجي تشتري الفابون كيعمل مؤسسه مستقله ولكن تابعه، وكذلك البنك الشعبي وكذا، ويتفقوا بيناتهم على طريقه محدده للتسويق وفق مقرر شمولي سواء في الاشراف في التسويق في الجانب ديال المعدلات ديال العوائد او هذا الشيء، ولكن شفنا تجربه. فالتساؤل فالاحتواء كما قال الاستاذ الكتاني من حكمته اساءة الظن، فكما ينبغي ان نسيء الظن، كما اننا استقبلنا توصيه مالي بنك المغرب بصدى رحب وخرجنا بفشل ذريع، الان خصنا نسيء الظن في هذه التجربه هذه وننتقدوها وندرسوا القانون مزيان ونعطيو فيه ملاحظات باش يمكن نقللوه من لا قدر الله من فشل يمكن. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبه للسؤال كاضافه بالنسبه للجانب الرقابه الشرعيه، المحاضر اشار الى جانب الاستقلاليه وهو امر مهم جدا، ثم جانب اخر هو جانب المتابعه، لان عندما تحدث عن الرقابه الشرعيه معناها ان الذي اودع ماله ينبغي ان يطمئن من ان ماله سوف يستثمر في اطار شرعي، ثم هنا الذي يتحمل المسؤوليه هو ذلك العالم او المراقب الشرعي. لذلك ورد عن الإمام عمر بن الخطاب أنه قال: أرأيت لو استعملت عليكم خير من أعلم ثم أمرته بالعدل أكنت قضيت ما عليه؟ قالوا نعم. قال: لا، حتى أنظر في عمله أعمل بما أمرته أم لا. يعني لا يكفي فقط أن نقول هذا عالم نزيه مبتدئ إلى آخره، بل لابد أن تكون هناك متابعة رقابية سابقة وموازية ولاحقة. الإشكال الذي طرح حتى على مستوى هيئات الرقابة حتى على مستوى البنوك الإسلامية في العالم الإسلامي هو أن بعض البنوك أصبحت تتاجر بأسماء العلماء، وهذا أمر خطير جدا. كنلقاو مثلا، لأن في شرط النقص الحاصل، كنلقاو مثلا عالم مشهور بعلمه ومعرفته تجده مثلا مراقب شرعي في أزيد من 6 أو 7 مصارف إسلامية. بالله عليكم كيف يمكن لهذا العالم ان يراقب مختلف العمليات في مصرف واحد، فما بالكم بمصارف متعدده. مشكل في المغرب بطبيعه الحال سيطرح ولا نقاش في ذلك، هو مشكل ديال التكوين. في الجانب لان المغرب بطبيعه الحال متاخر جدا، ومع ذلك لا زال لحد الان لا يفكر في اي تكوين على مستوى العلماء في مجال الصرافه الاسلاميه. قضية التمويل التشاركي، لماذا تم أو لجأت كثير من المصارف إلى التمويل التبادلي؟ وطبعاً الحل كاين أسباب واضحة جدا، هو مسألة ديال لأن ملي كنرجعوا للبنوك الإسلامية في الغالبية المصارف الإسلامية هي ديال الخواص، يعني الذين أو المساهمين أو كذلك المودعين هم ينتظرون أرباحهم. إذا كيبقى الإشكال وهذا